السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في كرينو ليف سكيتشن. دونك هذا الاسبوع غادي نقدموا لكم دي شوكولا فوري في ميزون، دونك اولا شوكولا معمرين مصوبين في الدار. دونك غتشوفوا معايا الوصفه سهله بزاف، غادي نحضروها بجوج ديال الحشوات، حشوه ديال البراليني وزاموند وحشوه ديال الكوك اولا حبوب جوز الهند بالكراميل. الوصفه سهله بزاف، كنتمنى تتبعوا معايا باش تاخذوا لائحه المقادير وحتى الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه. دونك في الحشوه الاولى كما قلت لكم البراليني وزاموند، غادي نحتاجوا فيه 200 غرام ديال اللوز مع 100 غرام ديال السكر سنيده و10 مليلتر ديال الماء. دونك في تحضير هاد البراليني نبداو على بركه الله، غادي ناخذوا مقلاه غادي نوضعوا فيها السكر والماء، غادي نوضعوهم على النار هكا حتى يغلى هذاك الماء والسكر ويذوب لينا، ثم غادي نضيفوا عليها اللوز. دونك نبقاو تنحركوا الوقت كامل، منين نضيفوا اللوز غادي نبقاو تنحركوا حتى نشوفوا هكا هذاك السكر تكريستاليز على اللوز ولا هكا ملاصق فيه، ومن بعد غادي نخليوه هكا دائما وحنا تنحركوا حتى يدوب لينا السكر من بعد في داك اللوز اللي لصق فيه، دونك يدوب لينا السكر. ومن بعد غادي هكا غيكون البراليني لا كويسون ديالو اولا الطياب ديالو مزيان، غادي ناخذوه نحطوه في صحن اللي نكونو دهناه من قبل باش ما يلصقش لينا هذاك الكراميل، ونوضعوا عليه داك اللوز ونخليوهم يبردوا مزيان يبرد لينا، ومن بعد غادي ناخذوه ونطحنوه. دونك الطحين ديال البراليني هو تاخذ وقت شويه وكيكون هكا على مراحل حيت غادي يكون الوقت كثير باش ما تضيعش لكم حتى الطحانه ديالكم. دونك دائما طحنوا شويه ووقفوا، غادي تبقاو تطحنوا حتى تحصلوا هكا على عجين ويبان لكم بحال بدا كيطلق بحال الزيت. دونك هكا كنعرفوا بلي البراليني واجد كما شفتوا معايا. من بعد ممكن تضيفوا مازال تبقاو تطحنوا فيه على حسب نتوما وفين بغيتوا توقفوا البراليني ديالكم. من بعد غادي نحضروا الكراميل والكوك، غناخذوا اولا غنحتاجوا علبه ديال الحليب المركز، غادي نوضعوها في الكوكوت اولا الكوكر، غادي نوضعوا فيها الماء، غادي نغلقوا عليها ونخليوها تطيب نصف ساعه. من بعد ما طيب لينا نصف ساعه غنخليوها تتبرد غنحلوها، ومن بعد غنضيفوها على حبوب جوز الهند اولا الكوك. ممكن تضيفوا كذلك فواكه جافه معسله اللي بغيتوا، وهادو هما الحشوات اللي اختاريت نعمر بهم لو شوكولا ديالي. غادي نبداو في تحضير الشوكولا، غادي نحتاج 350 غرام ديال شوكولات اسود، غنحتاج 350 غرام ديال الشوكولات ابيض، غنحتاج الترمومتر ضروري، غادي نحتاج كذلك القوالب ديال الشوكولات. دونك غناخذوا لو شوكولا غادي نوضعوه في حمام مريم اولا لو با ماري، ومن بعد غادي نديروه يدوب ما نفوتوش 55 درجه، نبقاو حاطين ترمومتر على الشوكولا حتى نوصلوا ما بين 54 55 درجه. دونك نوقفوا نحيدوا الشوكولا، ومن بعد نديروه ديريكت في الماء بارد باش نهبطوا الحراره ديالو حتى 33 درجه. دونك 32 33 درجه تهبط لنا الحراره صافي، وهكا تيكون لنا الشوكولات واجد باش نبداو نصوبوه ونعمروه في القوالب ديالو. دونك هادشي كامل تنديرو وتناخذوا الحراره ديالو باش في الاخير نحصلوا على هذيك لا بغيونس ويولي لنا هكا تيبري كيلمع ونحصلوا على شوكولا مزيان. دونك كما شفتوا معايا كنوضعوا الطبقه الاولى ديال الشوكولات في القالب، غادي نوضعوها في الكونجيلاتور اولا في المجمد 4 ديال الدقائق بما تجمدات لينا، من بعد غادي نبداو نضيفوا في الحشوات اللي اختارينا. دونك الحشوه كما شفتوا هي غادي نوضعوها هكا، ومن بعد غنبداو نعمروا عليها بالشوكولا ديالنا، ومن بعد كنكملوا هكا العماره ديال القالب كامل بالشوكولات، ومن بعد غادي نضربوه باش نخرجوا داك الهواء اللي تيكون في القالب ملي تنعمروا به. دونك بالنسبه للشوكولا ابيض نفس الشيء، غنحطوه في حمام مريم، غادي
نعبروه دائما بالترمومتر ما نفوتوش 46 درجه. من بعد غادي نهبطوا ليه الحراره ديالو من يدو بلينا على الماء بارد وما نكونوش نوصلوه لدرجه حراره 28 درجه. ومن بعد نبداو نستعملوه فيه كيكون جاهز. كما ديما غادي نوضعوا الطبقه الاولى ديال الشوكولا ومن بعد غادي نوضعوه في المجمد 4 ديال الدقائق في المجمد. ومن بعد عاد نبداو نضيفو في الحشوات اللي حضرنا. دونك ممكن تختاروا الحشوات اللي بغيتو. هذه فقط افكار ديال الحشوات اللي استعملت انا. ومن بعد غادي نبدا نعمر القالب ديالي بالشوكولا ابيض وغادي نبدا نضربو كما غتشوفوا معايا. نضرب هكا القالب باش نخرج هذوك لي دوك الفقاعات ديال الهواء ونحطهم في المجمد لمدة ساعتين. ومن بعد ها هو الشوكولا جاهز لنا باش نديموليه او نحيدوه من القالب ديالكم. دونك ما تخافوا والو حيدوه عادي لانه تيكون مجمد. ما تخافوش غادي يتهرس لكم ولا شي حاجة. تيجي لذيذ بزاف وتيجي ساهل. كنتمنى الوصفة تكون عجباتكم وبوناني. الله يدخل علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بالصحة والسلامة. عواشر مبروكة ونتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.